صفة الصلاة يا أخواننا، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتذاكروا العلم. ترى أنا الآن عندما أصلي أنا أمامكم، أنا أظن أن صلاتي صحيح، صح ولا؟ لأن لو أرى أن صلاتي باطلة ما أصلي، صح؟ أعدل. فكل واحد منا يرى أن صلاته صحيحة، لكن ما المانع أن آتي للشيخ أقول يا أخي أنا أصلي أمامك الآن، وأنت إذا ترى عندي خلل في الركوع في السجود مثلا، صح؟ سددني، ردني للحق. قال ألا أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لست أعلم منا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بلى، قام وصلى بهم. قالوا صدقت، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إخواننا، عندنا دروس عملية، دروس عملية، الرياضيات الآن، المواريث سيأتي معنا، هذا الباب ما يمكن أن يدرس نظري، لابد مسائل، حتى الزكاة، الزكاة لابد دفتر وتحسب، فهم الشيخ؟ أي نعم، بدون حساب هذا كأنك تحفر في ماء، لا يصح هذا. فلابد الفقيه الآن عنده بعض المسائل لابد فيها من درس عملي، وأسهل ما يكون. الآن لو نريد نشرح الصلاة شرح نظري ممكن تأخذ معنا أطول شرح للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع في كتاب الصلاة، أظن حوالي 5 مجلدات يا رجل يشرح فيها كتاب الصلاة. لكن لو قمنا الآن نصلي هنا ما تأخذ منها 3 دقائق، مفهوم؟ تذهب إلى بريطانيا، تذهب إلى ألمانيا، تذهب إلى بنغلاديش، باكستان، أي مكان في العالم ولا تعرف اللغة وتريد تعلمهم، ماذا تصنع؟ قم توضأ أمامهم وصلي، لا تحتاج لا إلى مترجم ولا إلى كثير وقت، وشيء نافع، صح؟ وقام عليه الصلاة والسلام وصلى على منبري عليه الصلاة والسلام، قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي لتعلموا صلاتي. درس سهل جدا، واضح، مختصر، مفهوم؟ طيب يأتي بشروط الصلاة قبل أن يدخل في الصلاة، لابد من أتيان بالشروط. أتى بالشروط، يكبر تكبيرة الإحرام، اليد مضمومة الأصابع، حذو الأذنين أو المنكبين، يقول الله أكبر مع رفع اليدين أو قبل أو بعد، يصح. ثم يضع باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى والرزق والساعد وضع أو قبض على صدره. ثم يستحب له أن يقول دعاء الاستفتاح بالأدعى الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، دعاء واحد فقط، ودعاء الاستفتاح يقال في الأولى فقط، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. ثم يستعيذ ويبسمل، يقرأ الفاتحة كاملة مرتبة بآياته وكلماته وحروفها وحركاتها، لو ترك منها حرف أو حركة بطلت الصلاة، لحن الجلي مشكل في الفاتحة. ثم بعد هذا يؤمن آمين، ثم يستحب له أن يقرأ آية فأكثر ما تيسر، ثم بعد هذا يكبر حذو الأذنين أو المنكبين ويركع. الركوع يجعل الظهر على استقامة واحدة مع الرأس، ويقبض على ركبتيه ويمد مرفقيه، يقول سبحان ربي العظيم، هذا اللفظ مرة واحدة وجوبا، يجب عليه أن يقول هذا اللفظ سبحان ربي العظيم في الركوع، ولا بد أن يقول مرة واحدة في السجود سبحان ربي الأعلى، ويستحب له أن يزيد بما ورد سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، صحيح، سبحان ربي العظيم الثانية، سبحان ربي العظيم وبحمده. المهم يقول مرة واحدة وجوبا سبحان ربي العظيم. بعد هذا مع ابتداء الرفع، مع رفع اليدين يقول سمع الله لمن حمده، إذا استقام يقول ربنا ولك الحمد، ثم يزيد بما ورد لربي الحمد، لربي الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم يسجد على الأعضاء 7، الجبهة والأنف وباطن الكفين والركبتين وباطن أصابع الرجلين. أكثر خلل عندنا في الصلاة وقد يكون مبطل للصلاة حال الركوع السجود، خاصة من يصلي في البنطال،
أو في الإحرام عندنا في الحج والعمرة، أسأل الله يبلغني إياكم يا رب، عندما يركع ويسجد إذا انكشفت السوءة جاهل ناسي متعمد الصلاة باطلة، لا يقبل في هذا لا جهل ولا نسيان ولا عمد. طيب يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة وجوبا ثم يزيد بما ورد، وهذا موطن من مواطن الدعاء، يستحب له أن يدعو بما أحب والأولى أن يدعو بما ورد، لأن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم جامعة مانعة. ثم بعد هذا يجلس على رجله اليسرى، يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويجعل باطن أصابع اليمنى على الأرض وأصابع اليمنى إلى جهة القبلة، ويضع كفيه على فخذيه، على آخر الفخذين مبتدأ الركبة، ويقول رب اغفر لي وجوبا مرة واحدة، استحب له أن يزيد رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تريد تدعو لوالديك؟ ادعو يا أخي في السجود مثلا، سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، والشكر بدعة ضلال. نعم. ثم بعد هذا يكبر ويسجد، يكبر ويقوم للثاني، يصنع في الثانية ما صنع في الأولى، إلا أن الثانية ليس فيها تكبيرة إحرام ولا قراءة فاتحة صحيح ولا استعاذة، يقول تكفي الاستعاذة الأولى بعض الفقهاء، ولو استعاذ لا إشكال، يقرأ الفاتحة وما تيسر، ثم يركع يرفع يسجد يجلس يسجد ثم يجلس للتشهد. الآن هذه الجلسة للتشهد، إذا كان هذا التشهد الأول فهذا الجلوس واجب والتشهد واجب، وإذا كان التشهد الأخير كصلاة الفجر هذا ركن، لابد من قراءة التشهد والجلوس له والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية، ثم بعد هذا يسلم التسليمة الأولى والتسليمة الثانية بعد أن يستعيذ بالله من أربع، ويدعو بما أحب والأولى أن يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بالأذكار الواردة أدبار الصلوات المفروضة الخمس. إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية بعد أن ينتهي من التشهد يقوم، إذا قام يرفع اليدين يقول الله أكبر، ويبتدئ بقراءة الفاتحة، يبسمل ويقرأ الفاتحة. في التشهد الثاني الصلاة إذا كانت ثلاثية أو رباعية يشرع التورك، وهو أن يخرج رجله اليسرى من تحت ساق الرجل اليمنى وينصب اليمنى أو يفرشها لا إشكال. نعم.